بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على وبوجهك الباق بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاءه كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرا وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتد
اتبعت فيه
أتسلط النار
وبشكرك المادح وعلى وعلى جوارح سعد إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مدعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ومكروهون قليلون مكثرون يسيرون بقاء قصيرون مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيه لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الدليل الخطير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأني وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهل يا سيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهب لي فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفو فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا ضجن إليك ولا أبكين عليك بكاءً
ويا إله العالمين أفترائك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها من خالفة وذا كتمته أو أعلم
وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أو رزق بسطته أو خطأ دسته. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي واعطف علي بمن
واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك نجا وقلبي بحبك مكرما ومن علي بحسن إجابتك وأقر لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتي وأمرتهم بدعائي وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصرت وجهي وإليك يا ربي مددت فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل به